وقبل ما البس فستان الفرح بصيت لصورة أمي وافتكرت لما قالت لي امشي يا دليل، وقررت إن أنا أمشي ومشيت. قلت لنفسي يعني هيحصل لي إيه أكتر من اللي بيحصل لي، مع إني كنت عارفة إن هما مش هيسيبوني في حالي، وكنت عارفة إن كل الأيام اللي جاية هتبقى صعبة، بس كان عندي أمل. كان عندي أمل دايما، كنت بحس إن أكيد الأيام الحلوة هتيجي. مين قالك إن الأيام الحلوة لسه دي؟ الأيام الحلوة جت خلاص. شفت بقى حكايتي؟ طاسي، بس أقول لك حاجة؟ ليك راجل. أنتِ اتربيتي على حاجات ما بقتش موجودة في مصر. جدعانة والشهامة والصبر. من أمي. أمي اللي حطت فيا الحاجات دي. تعرف إن أنت بتفكرني بيها؟ بجد؟ والله. ليه؟ بسيط زيها. شجاع. حنين. فيكم من بعض يعني. جديدة، هو أنتِ نفسك في إيه؟ نفسي أحس بالأمان، نفسي أحقق كل أحلامي وطموحي، نفسي أحقق حلمي في الفاشن، نفسي أعيش الحياة اللي أمي ما عرفتش تعيشها. أوعدك إنك تعيش في المنزل، أوعدك إنك هتحققي كل طموحي، واللي صوفيا كان نفسها تعيشه وما عشتوش، هتعيشي ولا إيه؟